أخ يقول: يا فضيلة الشيخ، تعلق قلبي في بنت، فماذا أفعل؟ هذا التعلق ليس بمذموم. ربي يقول: علم الله أنكم ستذكرونهن. الرجل لا يسترد على المرأة، والرجل في فترة من فترات يحتاج المرأة ليست فقط لقضاء الأرب بالشهوة، وإنما يحتاجها حتى يستقر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، الإنسان زوج، إذا فقد زوجة أو الزوجة فقدت زوجا يبقى فرادة، الأصل في الخلق الزوجية. قال: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزوجة تحتاجها لأمرين: المودة والرحمة. فالرجل قد يقضي شهوته عند مومس لكن لا يجد عندها رحمة، والرجل قد يجد الرحمة عند الأم والخالة والجدة ولكن لا يجد عندها شهوة. فلا يجد الشهوة مع الرحمة إلا عند الزوجة. وانظر مودة ورحمة، الإنسان في أول حياته يحتاج الزوجة والغالب شهوة، في آخر حياته الغالب الرحمة. في آخر الحياة تختلف حالة الأزواج، ولابد، لكن مع الأول لابد من الرحمة، ومع الآخر تأتي الشهوة. مع الآخر تأتي الشهوة، الأمران مجتمعان، الأمران مجتمعان، لكن الغالب. فأنت يا من ألقى الله حبا لبنت ليست متزوجة تصلح أن تكون لك زوجة، فاطلبها، تزوجها. تستغربون قلت لكم: لقد صح عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. لم يرى للمتحابين مثل النكاح، يعني الواحد يسمع عن ابنة عمه مثلا أو على عن قريبة أو عن جارة يلحظها، ثم يسمع عنها الخلق الطيب والعبادة والصلاح والإصلاح، فيلقى في قلبه أنه يود أن تكون زوجة له. ما الذي يمنع أن يطلبها؟ أو بنت مستورة حية تسمع عن قريب له، عن قريب لها، تسمع كل الناس كلهم يثنون عليه، خلقه طيب، دينه طيب، ما الذي يمنع أن تقول: يا رب زوجني فلانا، يا رب اجعل فلانا زوجا لي؟ لم يرى للمتحبين مثل النكاح. لذا من غباء كثير من الآباء، وحاشاكم جميعا أن تكونوا من هذا الصنف، إذا سمعت ابنتك تذكر قريب لها بخير وجاء يطلبها تعجل، تعجل، ما تمسكها. الأب يفهم. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما جاء قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أنا أجزم أنه يريد بقوله إحدى ابنتي هاتين التي قالت: يا أبت استأجر، التي قالت: يا أبت استأجر لشعيب، رأت منه أمانة، سقى وأبعد، تولى إلى الظل. أهل التفسير يقولون: من أدب صنع المعروف ألا تلحظ معروفك، ولا تراه ولا ترقبه، اعمل المعروف وابعد، بعد العمل المعروف أبعد. ثم الأب طلبه والد البنتين وقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني نحن ما ذهبنا، ما خرجنا، نحن أهل أصالة، نحن النساء عندنا لا يعملنا، وخرجنا مضطرين، أبونا شيخ كبير، والغنم يحتاج لسقاية. فلما أرسل الأب وراءه مشى أمامهما حتى لا يلحظ عورتهما، مشى أمام البنتين، ورأوا من موسى وهو كليم الله أمانة وجلدا وقوة ورجولة. فواحدة قالت، وهذا أمر طبيعي جدا، قالت: يا أبت استأجر، إياك أن يغيب عنا هذا الشاب، يبعد عنا، لا إياك،
استأجر أن تبحث عن من يرعى لك. يا أبت استأجر مباشرة، الأب فهم استأجر إيش يعني استأجر. لما جاء ماذا قال له؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. مكان في شر، لماذا لا تغلق شر على نفسك؟ أجير عندك ومعجبك خلق ودين، وش بزوج بنتك؟ ابنتك ذهبت للجامعة، لماذا تزوجها؟ وتكفي موضوع الشهوة وموضوع الفتنة والآخرين، ما الذي يمنع؟ هو اللي بتزوج ببطل يفهم، ببطل يعرف يقرأ ويكتب ويقرأ ويتعلم. يا أبو فلان اللي عندك مئات الألوف وعندك أموال طائلة، لماذا تعذب ابنك وهو طالب في الجامعة؟ زوجه، ما الذي يمنع أن تزوجه؟ لماذا تترك الأموال عندك؟ أليس حفظ الدين وحفظ الخلق مقدم على كل شيء؟ ابنك لو يرمى في النار ألا تشتريه بالمال؟ فلماذا لا تشتريه منذ البداية؟ زوجه علمه في المشكلة. وهذا كلام لا يوافق الإعلام المعاصر ولا النظريات المعاصرة، لكن هذا هو شرع الله عز وجل.